السلام عليكم يا اصدقائي، تو تضغط على اشتراك على هذا الفيديو ويا لي مرحبا بكم في الحلقة الجديدة. وهذا جيشي حسنا، انتظروا قليلا. جمو لكل شخص اشترك بقناتي، هذه التحية لك، هذه التحية مني لك على هذا الاشتراك. ولنتحرك الان، نبدأ بأول شيء يا اصدقائي وهو الضغط على سكول تراك لوجين. شاربته. اذا في هذا اليوم سيكون السفر طويلا، سنمر على الجسر الاسطوري. اذا يا اخواني وصلنا لهذا المكان، المشكل انه يظهر معنا فقط هذا السهم الصغير، لكن اذا فتحنا الخريطة مثلا فان المهمة الخضراء لا تظهر في اي مكان هنا، لا تظهر. اين هي المهمة؟ يا إلهي نحن وحدنا هنا. هذا ما سأفعله هو فقط أن أتبع هذا السهم إلى الأمام. هيا سوف أتبع هذا السهم فقط. لقد وصلت إلى جبل إيفرست الأخضر، أرجوكم قولوا لي مبروك. هل تفكرون فيما أفكر؟ هيا لنفعلها. هل تعلمون يا أصدقاء؟ أنا في الجو الحار، ينصح الأطباء بالسباحة. ذلك هيا نسبح. نحن الآن مستعدين. ماذا لدي؟ قوس. ماذا لدي؟ قوس. هذا. أوف. لم أكن أعلم أن لدي شيء كهذا. انظر إلى هذا. إنه وقت الطيران، لا ننسى أبدا أن لدينا أجنحة. حسنا هيا. بدون جليدر، بدون جليدر. هيا. لقد انتحرت. يا أصدقاء أنا ميت الآن، لا تنظروا إلي، هذا للكبار فقط. إحنا في طريقنا، لدينا مهمة هنا. طلبت مني أن أذهب إلى ديسبيريت، طلبت مني الحديث مع هذا. هذا الغشي الغريب. هذا فيه كورونا. أنا مصاب بكورونا من مدة، أبدو أنني صدرت إلى الصين. إذا هنا يطلب مني أن أضغط F هنا. ثم أضغط F. أتمنى لا يخرج لي وحش ما هنا. Not enough clue bloom. نحتاج هذه أولا. اذا طلبنا الضغط على انتر وكتابة سلاش فلاورز كما هي مكتوبة هنا. فلاورز ومضغط انتر. هكذا الان. اذا اظنني ساسافر عبر الجلد هنا، الجليدر اقصد، مش الجلد يعني الجليدر. الجليدر هي الطائرة التي تطير بها. ما بالكم تبكون يا أصدقاء؟ لا تبكي. لا تبكي يا عزيزي، اصبر. ألا هو من مخلوق عجيب. حسنا هذه فكرتني في شيء. وصلنا إلى طريق معدل.
أخيرا نحن في الطريق الصحيح. إنه قصر كبير أو قلعة كبيرة. نأخذ هذه المهمات في طريقنا. إذا علينا قتل هؤلاء. نرى من سيقتل الآخر. ماذا هذا؟ أمون. أمون. شيت. انظر كيف يقاتل النينجا. اوه اثنان. اوه رب. اوه لا. هو النينجا. هات مشللني من ها ها. انا اقتل 10 من هؤلاء. اثناء قتلك لهؤلاء يجب ان تاتي لهنا وتعد بهذه الصناديق قبل ان يعود اولئك اللصوص بالظهور هنا. يجب ان نجمع 8 7. بقي لنا واحد فقط. تعال الآن تعال. هكذا. إذن بقي لنا قتل يعني واحد فقط. الآن هنا المهمتين. هذه هي المهمة الرئيسية هنا. هذه المهمة الرئيسية. نقدم فيها تقرير المهمة الأولى هنا. ثم نأخذ المهمة الرئيسية. Proximity to the hereafter gate triggered more memories. وصلنا ليفل 26 يا أصدقاء. إنهم يرسلوننا إلى الوراء. هذا يفترض بنا الذهاب إلى القلعة إلى هناك مثلا الداخل. وأنا أنت مجنون؟ ابتعد عن الطريق وأنا دهست تلك حشرة متشردة. لدينا مهمة أخرى هنا لنأخذها. إيه ألديك سيجارة؟ هيا بنا نتشيش. عفو الله. ليس لدي شيء من هذا القبيل. قبيل وهبيل. ما هي مهمتك؟ هيا اطلقوني. اطلقوني بلى مباشرة. إذا المطلوب منا هنا هو قتل هذه الذئب. من هيا نبدأ. وجدت هنا صياد. ماذا هناك أيها الصياد؟ لقد طلبوا مني التحدث مع هذا. هيا أنا وقت الصيد. أنا هنا. إذن في هذه المهمة يطلب منك قتل هذه المهمة اسمها هيفي ساكس اند وولف اند وولف باكس. إذن هنا يطلب منك أن تقتل 100 ولكن كل ذئب يعني
يحسب لك عشرة، يحسب لك بعشرة، يعني كل ذئب يحسب لك بعشرة. أوه لقد قمنا بالضغط على قنبلة، يعني هذا هو دعنا نضع القنبلة هنا. على يمين الماوس هيا الآن المهمة لنعود. نعود صاحب المهمة. خذ يا أختي هذه المهمة. شكرا لك. إذا المهمات لدي هناك عند تلك المنازل، هيا بنا يا صديقي. ماذا ستفعل هنا؟ لم أراك هنا أبدا. مرحبا بك في قريتنا. وأخيرا التقيت لاعب حقيقي، ها هو جالس هنا ساندا، إنها فتاة. أوه أوي مكتوب هنا أوي، هذا يعني بأن اللاعب بعيد عن لوح المفاتيح، يعني ترك شخصيته هنا ثم ذهب إلى مكان ما. حسنا واو تربية الذئاب هذا الرائع، لا شك أنني سوف أعشق هذه القرية الجميلة. إذا هنا تنتهي مهمة هيفي ساكس اند وولف باكس. أقدم تقرير. هنا. ونأخذ من هنا المهمة الجديدة. واو. واو هاي هنا تستطيع أن شراء الذئب، انظر. هذا رائع جدا، ذئب صغير وتقوم بتربيته. واو انظر لهذا. اي او سامحني انني لقد توقفت على راسه. اوه يا الهي حصاني. واو لدينا هنا الابيض والبني والاسود. واو وهذا واو يعني ها هم عندما يكبرون سيكونون بهذا الشكل. واو ايضا ثمنه رخيص، انظر ثمنه 10 قطاع نحاسية فقط. سنقود هذه المهمة ايضا. هذه المهمة التي تقول goblins in the pasture، تطلب منا قتل هؤلاء. تعال يا goblin. لقد قتلنا. ثم المهمة التالية علينا جمع هذه الصناديق. إذا لدي لم يحفظ مليئة جدا، أريد أن أبيع بعض يعني بعض الأشياء. سوف أبحث عن NPC يعني شخصية فيها اسم مرشنت، مرشنت يعني تاجر. إذا نضغط هنا على F ثم هنا إذا كنت أريد أن أشتري أشتري من هنا، ولكن إذا كنت أريد أن أبيع سأضغط على سيل هنا، سبق و يعني رأينا هذا في الفيديوهات السابقة. إذا سوف أحاول أن أبيع شيئا ما هنا.
مثلا نضغط هنا كي أبيع هذا، نضغط على سيل يعني بيع، وهكذا لقد قمت ببيعه. إذا سوف أقوم ببيع مجموعة من الأشياء هنا. بعض الأشياء لا يمكنك بيعها، ولكن يمكنك فقط أن تقوم ب يعني كسرها وتدميرها. إذا نقدم تقرير للمهمات التي أخذناها سابقا. يمكنك أن تأخذ واحد من هذه الذئاب. أنا لا أريد أن أذهب عند هذا الأحمق. اسكت أنت أيها الذئب. إذا عندما تكون هنا داعي أن تشتري ذئب عفوا، لأنه سيعطينا لك هنا كهدية. واو، يعني أختاره هنا. لدينا الوايت، ثم لدينا البلاك، ثم لدينا البراون. سوف أخذ الوايت، يعني هنا الأبيض والبني والأسود. إذا سأختار الأبيض. واو، سيعطونا لنا كهدية. واو، هذا فقد. أين هو؟ ها هو، هيا اظهر. تعايوا، دعنا نجربه هنا. يجب عليك أن تضغط عليه هنا، ثم تختار المكان الذي سوف تضعه فيه. أين سوف نضعه؟ أين؟ ليس هنا. هو الآن هنا، اضغط هنا. هو الآن اضغط عليه. واو، سوف أعطيه تفاحة. نو ان فروت. اذا سوف نحضر له التفاح. اذا هنا يقول لك سوف نحتاج لشراء فيتا سيدز من جنرال مارشنت. سوف نبحث عن جنرال مارشنت. اذا هو الجنرال مارشنت. اذا سوف نشتري الفيتا سيد. اضغط على هذا السهم الصغير كي ابحث. هي فيتا سيد، سوف اشتريها. وضغط بروشيس، اذا اشتريتها. جيد. اذا نعود الى الذئب الصغير. ما رايكم ان يجلس لشرب الشاي مع ذئبي الصغير؟ كيف حالك يا ذئبي؟ خذ له صورة. جيد. أين هو هذا الإبريق من الشاي؟ أحتاج إلى أتاي. إذن سوف نعطي التفاحة. لا 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 لا، التفاحة. انتظر انتظر انتظر. أول شيء نضغط هنا. نعم، نعم، هذه هي. سوف أقوم بوضعها في مكان ما هنا. نضعها هنا. الآن يمكن الضغط على F لجمع التفاح منها. رائع. الآن حصلنا على التفاح. نذهب لنعطيه لذئبنا الصغير. ها هي الآن. واو، لقد كبر قليلا الآن. واو، أصبح الآن أكبر. واو، سبق وأتيت بالماء من هنا. سوف نحضر الماء من هنا. سوف نعطيه الماء، إنه طلب منا أن نعطيه الماء. أوه، سيكبر الآن أكثر. واو، لقد كبر قليلا. هذا لعب حقيقي.
تعال تعال كمان. لا بطاطس خلك تجرب زراعة البطاطا. اوكي بس أعرفكم إلى الدئ بيصبح أكبر قليلا يعني كذا واو أوري. هيا نرقص لدئبنا، هيا نرقص يا دئبنا هيا. واو هو دئبي أصبح كبيرا الآن، رائع. تبدو كراعي البقر يا هذا. That's very cool, my friend. Very nice. إذن نحن الآن هنا مع دئبي الكبير، لم يعد صغيرا يا أصدقاء. إذن نقوم الآن باستكمال المهمات. إذن مهمة لدينا هنا. إذن وقت متأخر سوف أنام يا أصدقاء كما تعلم كما ترى من الآن سوف أنام. النور لنذهب الآن هيا. هذا مخيف جدا، كيف ظهرت أمامي هذا؟ إذا سأدخل مجددا إلى هنا. واو وصلنا إلى ليفل 28 يا أصدقاء. واو انظر بإمكاني أن أركب الحصان وفي نفس الوقت يتبعني الذئب الخاص بي. واو يا سلام، هذا شيء جديد كليا في عالم الألعاب الإمامو. لن تجد أي لعبة في هذا النظام. واو 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 أنا وحصاني والذئب. إذا نعود الآن يا أصدقاء يا هنا. إذن هيا نذهب إلى المهمة التالية. المهمة التالية لدينا هنا تحدثت مع وإليكم الذئب الخاص بي والحصان. لا لا تحدثت مع المهمة التالية القصة كان مكان حفرت حفرة يا أخي فوقعت فيها. انظر إلى هذا، سوف أقوم بإطفاء
أنا أقوم بإشعال هذا المصباح. انظر. هل تريد أن تدفع فاتورة الكهرباء؟ لا يا أمي، لا لا، شوكي. نتحدث معه مرة أخرى. إذا المهمة التالية هي قتل هؤلاء. اسم المهمة ذهان فارم، وذهان فارم يجب أن أقتل هؤلاء. سأجعل الحصان يختفي الآن. سوف أبقى أنا والذئب الخاص بي. هي أيها الذئب، أي القاتل. سوف أضغط عليه هكذا، ثم عليه الضغط هنا. لا أحتاج لقتلهم. أظن أنني سأحتاج إلى قتل على أقل واحد. وقتلناه. لما لديك؟ أنهينا المهمة. شكرا لك أيها الذئب الرائع، إنه مساعد كبير. عدنا إليها. وصلنا لليفل 29 أصدقاء، شيء رائع جدا. أحسنت يا ذئبي، أحسنت. لا داعي يعني، شكرا. أريد أن أكون الآن. نحن وقت الدخول إلى المدينة. هيا بنا نذهب. هيا بنا. هل لدينا مهمتين هنا؟ نأخذ هذه المهمات. هيا بنا. تعال يا صديقي، كنت أبحث عنك. هذا يشبه شيئا ما. إنهم يصنعون عليها أدوات الأحصنة. أنا كما أرى لدينا مهمتين أخرتين هنا لنأخذهما. هيا بنا. لا هنا لمهمة، اضغط على الجي هكذا ثم اضغط على اف. هذه مهمة أخذناها. نذهب إلى المهمة التالية. نأخذ هذه المهمة أيضا. أهلا بك يا في هذه المدينة، يشرفني يا قدومك. هل نرى خريطة هذا المكان، هذه المدينة؟ واو، انظر، هذه خريطة المدينة. هنا المهمة الرئيسية، المكان الذي سوف أذهب إليه الآن. واو، مدينة جميلة جدا. هيا بنا. يا حصاني هيا نذهب إلى مهمتنا. هل هي الطريق من هنا؟ ولا أدري عن الطريق من هنا. يبدو أن المهمة هذه في هذا المكان. في الداخل أو فوق. من هذا المكان هو الطريق. هو الطريق. هيا بنا. حذرا يا حصاني. هيا. واو، هذا شيء مذهل. لا يبدو هذا الطريق الذي يجب ان اسلكه. يعني اترك المهمة خلفي. لا، يجب ان اذهب الى هناك. يجب ان ادخل الى هذا الباب من الاسفل. يا الهي، لقد كان هنا طوال الوقت. وانا ابحث عنه. اين هي؟ ايها الاحمق، لقد مررت من امامي. يا له من غبي. سامحني، لم اكن اقصد. كيف لغبي مثلك أن ينقذني؟ لا تقل هذا، أرجوك، سوف أنقذك الآن. هيا. إذا مرة أخرى أرى الأقرب مهمة إلي ونذهب إليها. هذه هي أقرب مهمة، 300 متر. هذا منا. مثلا أنا تائه بالفعل. إلى وسط المدينة. نتجه إلى وسط المدينة حيث سوف نجد اللاعبين.
الآخرين. واو، انظر إلى هذه المدينة الرائعة، انظر إلى هذه المدينة الرائعة الجميلة. وما هذه الأشياء؟ معنا أول لعبة حقيقية اسمها هو تتحدث معنا. What the fuck. هلو، من ألمانيا. ونأتي بإبريق من الشاي. واحد جاء جلس معي هنا. What the fuck. من هذا؟ من أنت؟ أين أنت؟ أتغادر. لا لا، انظر أحد اللاعب المدير يرتدي لباس القط. نايس. هنا تحدث معهم. نلعب آخر. هاي بني تحدثنا هنا، يتحدثون هنا في الشاط أيضا. لا تحدث. خسارة مرة أخرى. نايس نايس. سأقدمون تقرير إلى المهمة The Ghost of Marine Hall. What next? Next. كيف حالك يا بني؟ الله حضرت بعد العدس. إذن هذه المهمة The Ghost of Marine Hall تنتهي بعد. نزل عدم الذهاب إلى شخص آخر. الشخص التالي الذي سنتحدث معه موجود هنا داخل هذا المكان. أدخل هيا. ولكن جميل، أين بنا ذلك؟ هناك شخص موجود في هذه الغرفة. ماذا تفعل هنا يا أحمق؟ ها هو. تحدث معه. يا إلهي، أين نجمع الأزبال؟ يجب أن نجمع 5 أكياس منها. المهمة اسمها قم بتنظيف الشوارع. يا مهندس النظافة. إذا نتحدث مع الشخص الذي طلب منا قم بتنظيف الشوارع. من الآن أن أحضر له الخاتم المثالي The Broken Ring. اسم المهمة The Broken Ring.
سأتجه الآن إلى مهمة أخرى لبريزنت فور دي جيت. مطر إلى هناك، هذا رائع. لا 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 لا، نعم في هذه المهمة التي دي بروكن رينج. أجب أن أضغط على هذا الشبح أولا، ثم أضغط هنا. هذا بلا صاحب المهمة. هل تريدون أن أقرأ عليكم بعض الطبول؟ حسنا، لا تريدون؟ لنذهب. أو بعض البيانو. من موجود هنا؟ ولليز دللي دلليز دللا. الجو الصباحي في هذه المدينة كان هو رائع جدا. واو، إنها لندن في أركيج. لقاء أول دروس النينجا هي الإمساك بالقط. لنمسك به، هيا لنمسك به القط. بلعب عن القط. لقد توقف، انظر لهذا القط. هذا قط ضريف، لنمسك به. أمسك به. ماذا يفعل؟ يريد أن يلعب. قط مسكين. احذر حصاني، ستقتل لنا القط ويذهب درس النينجا إلى الأبد. تحدث مع فتاة هنا. كريزيمان، أتحدث معهم. سألهم من أين أنتم. Can I get put for sanity؟ هذه فتاة من تركيا. إذا هكذا تبدو المدينة في الصباح. هذه الأشياء، وهذا المخلوق العجيب، انظر إليه. غريب جدا، هذه المخلوقات الغريبة. نايس. انظر إلى لندن في أركيج. لنرى ماذا يوجد في هذا المكان. مثلا لدينا شخص هنا. ماذا تفعل أيها المجرم؟ إنني أدرس. أتحدث معه. ما زال يمكننا نذهب للأعلى. نذهب للأعلى. وانا مسدود. واو، اطلالة جميلة. واو، انظر الى هذا، والناس يتمشون هناك. ما هذه القلعة؟ واو جميلة. انهم يؤدبون شخصا هنا والناس يشاهدونه. ماذا يفعلون بك يا مسكين؟ يا إلهي، أنقذوني. أنا بريء. أرجوكم أنقذوني. أنا لم أفعل شيئا. المسكين، سنتمنى له أن ينجو. هنا مهمة، لدينا مهمة في هذا المكان. أنا ذهبت. انفتح
صاحب المهمة موجود في داخل هذا المكان. انزل هيا هيا بنا. واو مكان فاخر جميل. واو اين هو الشخص الذي اريد التحدث معه؟ اين هو؟ حصانة داخلنا هنا نائب. هو موجود هنا. ألم يحل بعد وقت العشاء؟ أسرع أين أنتم؟ سوف أذهب إلى الفوق. هيا بنا. وقد وجدنا. مرحبا سأجلس أولا. ماذا؟ عن ماذا تحدث؟ من أنت؟ حسنا يا عمي أين هو الشاي؟ أنت لا تعرف الضيوف يا عمي. لا أستطيع يا بني أن أقدم لك أي شيء، فأنا ليس لدي أسنان. ويا عمي أرجوك قدم لي شيئا ما، فمتابعين يريدون أن يشربوا شيئا. لا أستطيع الآن، يجب أن أضغط لايكات أولا واشتراكات كثيرة. حسنا يا متابعين اضغطوا اشتراكات ولايكات. هيا. وهذه المدينة فيها الكثير من الطرق، ويصعب إيجاد طرق للمهمات في هذا المكان. أبحث طويلا. هل ترون هذا؟ نظر، هذا اسم عربي يا رجل. ماي جاد. هاي الحل. هلو نظر. ماذا تفعل هنا يا فتى؟ ابتعد وانا ضربتك بريشي. هيا اذهب. انتظر. سأتي إلى الورهاوس. هذا العجيب الورهاوس. سأضع فيه بعض الأشياء. سأحفظ فيه بعض الأشياء التي لا أحتاجها. إذا وضعتها الآن كما ترى. أفرغت الحقيبة قليلا. هنا كل يعني محل هنا يحمل علامة لما يبيعه. جميل. يجب أن نتحدث إلى هذا الشخص. انظر الى يقف وسط المدينة. اي انت كنت تبحث عني؟ يا الهي لدينا هنا لاعب اخر داشينكان. لباس جميل يا داشينكان. يا لقاء. هذا لاعب يركب حصان طائر. كيف فعلتها يا هدى؟ كيف؟ لن التقط معك صورة. ربما تجد نفسك في كوكب اكشن. رائع جدا. لدينا لاعبين اخرين. هذه الطفلة الصغيرة لاعبة. كل الذين عليهم الاسم باللون الاخضر فهذا يعني بانهم لاعبين حقيقيين. هذا ايضا اختار القزم. انظر الى هذا القزم. دوارلو. سنعود اليه بعد التحدث لديك العجوز. اذا وصلنا الى المكان المهمة الاخيرة وهي البريزنت فور دي جيت كابيتشين. وناخذ المهمات الاخرى الموجودة هنا. ناخذها. وناخذ تقرير هذه. أهلا ومرحبا بك في مدينتنا. أرجو أن تكون في تمام العافية وتحرقك. إذا هذه هي A present for the kid captain. مرحبا بك يا فتى، عليك أن تأتي إلى الحرب حالا. ماذا يوجد هنا؟ ما هذا الطريق العجيب الغريب؟
طريق هنا. حسنا، اذهب يا حصاني، اذهب الى هنا. هيا هيا بنا. هيا هيا هيا. رائع جدا. لنرى المدينة من هنا. واو، انظر الى هذا، رائع وجميل. ما لدينا هذا المبنى، نذهب وندخل اليه. انه مغلق. انظروا هنا تمشي اللوغو. اللوغو، تقوم بصناعة اللوغو. لنجرب شيئا يا اصدقاء، يجب ان اقفز الى ذلك المكان الاخر، انه الباركور. هيا. لا لا، يا الهي، كدت اموت، انتحرت. اذا كنت تبحث عن مهمة ما فهي تظهر معك هنا على الخريطة. هي 5 5، اذا الرقم 5 يعني الرقم المهمة، فهي تظهر معك في الخريطة. هيا بنا، انظر الى هذا الكلب. ابتعد عني، ابتعد. حسنا حسنا، نعم غادرة. حسنا، سوف نجرب هنا. هيا، اذا الان ذاهب الى انجاز مهمة هايدن هيربين نيست. سوف نذهب الى هنا ايضا. هيا، وها هي، وجدتها في اكبر مكان في العالم. واو، انظر على الاطلالة، اطلالة على المدينة، خرافية. واو، انظر هذا البناء جميل، شيء رائع، لا اصدق. لهذا وضعها هنا حتى تدعى يعني تشاهد المدينة وجمالها. واو، اذا وجدنا الاولى، يجب ان نبحث الان. اذا فتحنا الخريطة لقيت لي اثنتان، واحدة هنا وواحدة في هذه المنطقة. هيا بنا. اذا الذئب المسكين قمت بمناداته، لا يعرف كيف سوف ياتي لهنا. رجل، كيف أتيت إلى هناك؟ لا أدري أين أنا. هيا تعال، تعال إلى هنا. هيا، كيف فعلت ذلك؟ حان وقت المغامرة الأسطورية. تحها في السماوات. شاهد معي المدينة. لا، يبدو أن الثانية موجودة في هذا المكان. أوكي، هيا بنا. نعم، ها هي. بقيت لنا واحدة الآن، واحدة فقط هنا، سنطير إليها. هيا بنا، نحاول أن نجد المكان الخاص. هيا بنا، أنا أعرف الطيران بهذه الأداة بعد. اقتربت، اقتربت منها. أين أنا ذاهب؟ أين أنا ذاهب؟ أين أنا ذاهب؟ لا، وقفت، وقفت. إذا الثانية موجودة هنا في هذا المكان. أوكي، هيا نذهب، لنحضرها الآن كما قلت تماما. هيا، قد وجدناها كومبليتا. أين المهمة؟ لنعود إلى الآن. هيا بنا، عدنا. أحسنت، لقد وجدتهم، رائع. أنا بقيت لنا مهمة واحدة قبل الذهاب إلى الرئيسية، لنذهب إليها الآن. مهمة ميستيري سيندي مارينو بو، إذا موجودة هنا في هذا المكان. يجب أن ندخل. هيا، أين تروح بالحصان؟ هيا، نحترم المكان. حسنا،
ها هو الشخص يتحدث معي الآن. أحسنت. تأكد أن هنا جميع المهمات تتجه الآن إلى المهمة الرئيسية المتبقية باللون الأخضر. لا وقت السفر الآن، ابتعد عن طريقي. أنا قبل أن نذهب نجرب ماذا ما حظنا اليوم. سيارة. بين القوس، ما هذا الشيء؟ أي شيء؟ أوه، هذه تعطي لها إكس بي. رائع. إلهي، تستعمل لابور بشكل كبير. أوكي. ضغطت على هذه العلامة سوف أختار هذا. يقول لك هذه للميلي السلاح. حسنا، رانكت. ثم هنا للساحر للسحر العلاج. وضعنا هذه للسلاح. اوكي، فانت ماكس كوينتي ضغط النقر. واو، ماذا حدث هنا؟ اصبح لدينا شيء ما هنا. واو، شربته. نايس. إيكيبمنت تيم. يمكن أن أضع هذه العلامة على السلاح. سوف أجرب أن أضع. سأفتح، أضغط على السيف فتح نافذة الشخصية. سوف أقوم بنزع السلاح الخاص بينه هو السلاحي. هذا الجليدر. هو السلاح. أول الآن صباح لدي هنا. فنحاول. نعم، يمكن أن أقوم بزيادته للسلاح. وسنا رائع جدا. وهذه العملية سوف تأخذ منك 34 سيلفر. يعني ستأخذ مال كثير. وأيضا 500 لابور. أعطيك، لا مشكلة. رائع جدا. أصبح لدينا a game craver crate. ماذا ازداد فيه؟ هي الميلي زائد 1.7 هجوم، يعني قدرة الهجوم. رائع جدا، يعني جعلناه أقوى قليلا. ولدينا هذا الشيء ربحناه. وما هذا الشيء الآخر؟ يا إلهي، هذا شيء جديد. مثلا لنختار واحدة. إذا كي تعرف ما هو يعني المناسبة لك تضع المؤشر عليها فيعطيك. يعني كل واحدة تزيد بعض الأشياء، مثلا هذه تزيد الهجوم والسحر والعلاج وغير ذلك. وكل واحدة لها استعمال خاصة، استعمال خاص. سأختار هذه ونضغط ملوك ونضغط كونفير. رائع، نضغط عليها هنا وأعطانا أشياء أخرى. نعم، هنا سوف أختار ما تريد. سأختار الميلي هنا سلاح. اوكي، اصبحت لدي هنا. يمكن نزيد هذا السلاح. شيء رائع، هيا نزيد هذا السلاح. واو، رائع جدا. هيا نضيفها. شت، نحتاج شيء. نحتاج الان الى لابور. لابور زيرو.
المشكلة ليست في اللابور، ربما لا يمكنك أن تضعي اثنان في نفس الوقت، لأن اللابور هي اللابور الموجودة لدي هنا. مازال لدي اللابور، إذا نذهب إلى المهمة. حان وقت الخروج من هنا. نراك لاحقاً أيتها المدينة الرائعة الجميلة. سوف أعود إليك مرة أخرى. هيا بنا. وقت الخروج واستكمال للعالم. وهو على المنازل الخرافية وعلى الطبيعة الجميلة. فمراها بهذا المنظر. وهذا شخص بنى بيته هنا. يا حصاني، وانظر الى هذا البيت، بناه شخص ما اعتنى به كثيرا. وذلك بيت اخر. واو، ديكورات اشياء جميله. يمكنك ان تعلق الصور امام منزلك كما فعل هذا الشخص. واو، شيء جميل جدا. انظر الى هذه الطبيعة، مكان جميل وبحيرة رائعة. واو، طبيعة جميلة جدا. واو، ماذا يفعل هؤلاء هنا؟ ننزل ونرى ما الأمر. ماذا تفعلون؟ ها؟ ماذا تفعلون؟ هيا، من لم يأتي للصلاة اليوم سوف نقوم بتدوين اسمه هنا. ما اسمك أنت؟ عبد الرحيم. عبد الرحيم، حسنا، أنت لم تصلي اليوم، سوف تعاقب. إذا أمر. أوه حسنا، هذا شيء جميل جدا. نتحدث مع الذي مهم لنا. هيا، لدينا مهمة أخرى هناك نذهب إليها. السرعة القصوى. نتحدث معه. لدينا اجتاز هذه المهمة، هيا بنا. هنا هما مهمتين في نفس المكان. هيا ختان. اوكي، ذهب يا حصاني ذهب. سأضرب بواسطة السكينة اولا. سوف أقتلها من واحد تلو الآخر. ماش إيزي، قتلتهم بسهولة. إذن المهمة تطلب مني قتل ثلاثة من هؤلاء. اسم المهمة بويزونس بيانس. بويزونس بيانس. نو، لقد كنت تقتلني هذه. المرة معي الذئبي للقتال. هيا يا ذئبي نريهم. هيا، سوف نقتل خمس من هؤلاء المخلوقات الغريبة. لهم يلفتون السم يا ذئبي. خطير، يجب ان اقتل. اوه، قتلت واحد في خمسة. استطعت. اين المهمات لنعود؟ احسنت يا ذئبين. هيا بنا.
هيا بنا هيا بنا نلعب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ماذا تفعل يا هذا؟ حسنا، لنقدم له التقرير. إنني كنت أقرأ. ثم هذا التقرير الآخر، مهم اسمه فينوميست كانيون. هكذا وصلنا لليفل 30 يا أصدقاء، وصلت لليفل 30. كونفيرم. واو، يا سلام، أخيرا وصلنا لليفل 30 يا أصدقاء، وذئبي هنا معي. إذن هل لدينا بعض الجوائز أم ليس بعد؟ ونرى ماذا لدينا. ليس بشيء مهم. اوكي، لدينا لاعب حقيقي معي هنا، التقيته هنا، اسمه ثيودور. قد غادر الآن. إذا نفتح، نضغط على ك، لدينا نقطة لكي يقوم بزيادتها لمهارة. إذا سوف نتعلم مهارة جديدة، سوف أختار أي المهارات الأقوى هنا. إذا هنا في المهارات، عندما تضع المؤشر على مهارة سوف تقرأ. المهم هنا هو أن تلاحظ الكول داون. الكول داون كم فيها من الثانية، والكول داون يعني كم تستغرق المهارة قبل أن تضغط عليها مرة أخرى. يعني لا يمكنك أن تضغط يعني عدة مرات، فهي تستغرق وقت معين، 5 ثواني، 3 ثواني، حتى تضغط عليها مجددا. مثلا هذه كول داون 12 ثانية، يعني يجب أن تنتظر 12 ثانية ثم تستطيع أن تضغط عليها مرة أخرى. ثم أما مثلا هذه المهارة، يجب عليك انتظار 21 ثانية قبل أن تضغط عليها مرة أخرى. هذا مهم جدا. ثم الديلين ديمج، وهي كم يعني قوة الضربة. مثلا هذه لدينا 1200، هذه فيها 1600، وهكذا. نجرب مهارتنا. Let's go. هيا هذا قم بأي ضرر بلا. هكذا كانت حلقة اليوم يا أصدقاء، فلا تنسوا ضغط اشتراك أسفل الفيديو وضغط لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. وشكرا على المشاهدة، نراكم في الحلقة المقبلة، وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك.